بيان دعم ومساندة وتأييد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش ولقواتنا المسلحة الوطنية. ففي الوقت الذي أصبحت فيه كل البلاد وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية مشغولة في مواجهة الوباء الخطير كوفيد-19، فوجئ جيشنا الوطني الباسل المرابط في حدودنا الغربية بهجوم غادر غاشم من قبل جماعات بوكو حرام الإرهابية، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن والمواطنين. لذا فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن ورائه جميع المجالس الفرعية وأئمة المساجد والدعاة وحفظة كتاب الله تعالى وشيوخ الزوايا يقدمون دعمهم وتأييدهم ومساندتهم لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش وللقوات التشادية المسلحة في مواجهة تلك الجماعات الأرهابية الحائرة، ويؤكدون وقوفهم التام خلف القيادة الرشيدة دفاعا عن الوطن والمواطنين. وعليه فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطلب من المجالس الفرعية ومن أئمة المساجد والدعاة وحفظة كتاب الله تعالى وشيوخ الزوايا وجميع المسلمين التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن الكريم والذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى جيشنا الوطني وقائدنا البطل الرئيس إدريس ديبي إتنو ويكلل جهوده بالنجاح والنصر المؤزر على هذه الفئة الإرهابية. فالله حسبنا وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.